وللحديث أكثر يلتحق بنا المنسق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي. أهلا بك. كيف ستكون نقيب ناصر الآلية المتبعة لتوصيل جواز السفر في منطقة مكة المكرمة وكذلك المنطقة الشرقية؟ أهلا وسهلا، أسعد الله مساك وجميع السادة المشاهدين. سابقا كانت هذه الخدمة متوفرة فقط لحالات الإصدار جواز السفر السعودي الجديد، أما الآن فقد أتيحت هذه الخدمة لحالات التجديد في 3 مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وذلك لخدمة المواطن وتوفير الوقت دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. تعتبر هذه الخدمة إيصال جوازات السفر للمستفيد بعد تجديدها من الخدمات الإلكترونية الجديدة. نعم نقيب ناصر، هل هذه الخدمة هي مجانية أم أن هناك رسوم رمزية؟ جايين احنا على الرسوم. الخدمة كما ذكرت بالتعاون مع شريك شركائنا في مركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي واصل، من خلال عدة خطوات يتم تنفيذ هذه العملية. أولا إحضار نموذج إشعار تجديد من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليم لموظف البريد السعودي في مكاتب البريد. الخطوة الثانية إحضار جواز القديم وتسليمه لموظف البريد، ويرفق معه أيضا تأكد من عنوان وطني مسجل أو تسجيل عنوان جديد إذا كان الشخص لا يملك عنوان. سداد الرسوم المستحقة للتوصيل في مكاتب البريد السعودي، رسوم رمزية موضحة لدى الأخوان في مؤسسة البريد السعودي. نعم نقيب ناصر، كم من الوقت المستغرق لتسليم الجواز إلى صاحبه؟ لا تتجاوز مدة تسليم الجواز 72 ساعة عمل من لحظة الانتهاء من طلب المستفيد للخدمة من خلال منصة أبشر لحين استلام الجواز السفر. نعم، نعلم نقيب ناصر بأن الخدمة انطلقت بداية في منطقة الرياض، هل هناك كانت من صعوبات واجهتموها في منطقة الرياض خلال تنفيذ هذه الخدمة؟ وإن كان موجودة كيف تم تفاديها؟ تمت دراسة هذه الخطوة جيدا من عدة جهات قبل تطبيقها ولله الحمد، ولم يواجهنا والأخوان في مركز المعلومات الوطني أو مؤسسة البريد أي مشاكل أو معوقات ولله الحمد. نعم، كيف يتم نقيب ناصر تسليم جواز المرأة؟ هل هناك من آلية معينة؟ إذا تم التجديد من حساب المستفيد في منصة أولي الأمر في منصة أبشر، على المستفيد القيام بمراجعة البريد لتسليم المستندات المطلوبة واستلام جوازات السفر من خلال منصة من خلال البريد السعودي. نعم، هذا الكلام نقيب ناصر أيضا ينطبق على الأطفال، أما أن هناك آلية معينة أيضا للأطفال؟ نفس الكلام ينطبق على الأطفال، على المرأة، على المتحكم الرئيسي هو المستفيد صاحب حساب أبشر. نعم، إذا كان معنا المنسق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، شكرا جزيلا لك.